يعني معانا مفاجأة. معانا عمر طارق. ازيك يا عمر؟ ازيك يا كابتن هيثم؟ ايوه كده ايوه كده، عايزين الضحكة بس. بربي دقلك ليه يا عمر؟ لا ده انت خلاص المسحة تبقى سلبية كمان يومين. يا رب ان شاء الله، اديني قاعد مستني اهو ان شاء الله يا رب. ألف سلام عليك يا عمر، افتقدناك امبارح وافتقدنا طبعا وجودك في الملعب، مش انا كمشاهد يعني افتقدتك، واللعيبه كمان والجهاز الفني افتقدوك. طمنا عليك الاول. والله الحمد لله، يعني اللي هو اول يومين بس هما اللي كانوا صعبين شويه، اللي هو اليوم اللي انا رجعت فيه من اسماعيليه وتاني يوم، ويعني النهارده الحمد لله احسن شويه، يعني في الاعراض طبعا كلها الكحه والتكسير والحراره وكده احسن النهارده يعني الحمد لله، وفقدان الشم والتذوق، بس يعني الحمد لله، هو يعني الحمد لله دلوقتي احسن من قبل كده. يعني قول لي شعورك ايه امبارح وانت بتتفرج على الفرقه وانت نفسك تكون في الملعب، يبقى قاسي جدا الشعور ده على اللاعب. لا حاجه يعني صعبه جدا 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 يعني، وتقدر تسال عمرو وطبعا كابتن احمد الجرحي، يعني شعور صعب جدا طبعا ان انا بقاعد بره، مش قادر ان انا اساعد فرقتي، مش قادر ان انا العب معاهم، والفرحه طبعا يعني مش قادر اوصف لك الفرحه كانت عامله ازاي بعد ما كسبنا الحمد لله. يعني قمت كنت بتنطط وبزعق لدرجه ان انا يعني تعبت جدا بعد الوقت طبعا ده، يعني قعدت اكح جامد جدا بسبب الزعيق وبسبب الانفعال مع طبعا الماتش يعني، بس الحمد لله في الاخر يعني جت فايده وكسبنا الحمد لله. الحمد لله. عمر قول لي، يمكن والماتش شغال في كوره. الف سلام عليك يا عمر، الف سلام عليك يا حبيبي، ان شاء الله تتحسن وتبقى كويس وان شاء الله تبقى في الملعب قريب. اكيد في كوره شفتها في الملعب في الماتش في بتاع، قلت يا ده لو موجود ما كانتش الكوره دي راحت. لا والله الحقيقة يعني أنا يعني اللعيبة كانوا كلهم رجالة والفرقة كلهم رجالة، ويعني أنا عايز أشكر بقى طبعا يعني أنا شخصيا، لأن اللي هو شال مكاني وشال البوزيشن بتاعي سيف سمير، يعني بحييه طبعا جدا جدا جدا، وعلى الماتش الأولاني كمان أكتر من الماتش التاني، اللي هو الماتش الأولاني تقريبا لعب 40 دقيقة كاملين ما طلعش ولا دقيقة من الملعب، والماتش التاني لعب فوق 30 دقيقة، ف يعني راجل راجل بمعنى الكلمة يعني، وقدر ان هو يشيل المسؤولية في غيابي وفي غياب عبد الفضيل طبعا، وبقية اللعيبة طبعا كلهم يعني مش قادر، يعني عمرو وإيهاب طبعا يعني الناس كلها اتكلمت وانتوا اتكلمتوا عليهم كتير ان هم يقدروا يجوا من، يعني انا دلوقتي حاسس باللي هم كانوا فيه، فان هم يقدروا يجوا من التعب ومن المجهود، يعني من التعب اللي هم كانوا فيه ده ويجوا يلعبوا على طول كده، دي طبعا يعني حاجة هتحسب لهم جدا. وبقيه الفرقه بقى مش عايزين برضو ننسى يعني دور بقيه الرجاله بتوع الفرقه، ومن زي ما قلت لحضرتك من الماتش الاولاني، لان انا كنت موجود من الماتش الاولاني، كنت موجود في الاوتيل لحد قبل الماتش بثلاث ساعات تقريبا، يعني انا مشيت لما اتاكدوا خلاص ان نتيجه المسحه ايجابيه، مشيت من الاوتيل حوالي الساعه 5 تقريبا او 5 ونص، والماتش الساعه 8 ونص، وكنت شايف الاجواء عامله ازاي وشايف الدنيا عامله ازاي والتوتر اللي الفرقه كانت فيه واللعيبه كانت فيه، لسه مش عارفين مين هيلعب ومش عارفين مين مش هيلعب ومش عارفين اي حاجه خالص يعني، وكل شويه يقولوا لنا ناس ايجابيه وناس سلبيه فيعني ان هم ينزلوا اليوم ده ويلعبوا بالمستوى اللي هم لعبوا بيه ويظهروا بالاداء ده ونبقى كسبانين وطول الماتش كسبانين يعني، وفي الاخر الماتش اتخطف مننا يعني، فبحيي كل الرجاله وكل الابطال اللي في الفرقه يعني. احنا اللي بنحييك يا عمر وان شاء الله تبقى كويس، اهم حاجه عندنا سيبك من البطولات وسيبك من الدوري، اهم حاجه سلامتك وصحتك وان انت ترجع وسطينا تاني، دي اهم حاجه عندنا يا عمر. طبعا عمر ان طارق شاء الله. انت لعيب جميل ولعيب مؤثر، وان شاء الله نشوفك قريب في الملعب. بشكرك يا عمر. يا رب ان شاء الله، ومزيد من البطولات ان شاء الله نحتفل بيها مع بعض ان شاء الله يا عمر باذن الله. عمر طارق عبر السكايب طبعا من العزل المنزلي، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله منتظرينك قريبا في الملعب، وان شاء الله تنورنا في الاستوديو باذن الله. إن شاء الله. شكرا كابتن.